جيدا منصب تريد تعطي لأحد وتشترط مجموعة من الشروط والمواصفات. هاي الشروط والمواصفات هل يعقل أن تكون أكثر احتياجا من المنصب أو لابد أن تكون منسجمة مع المنصب؟ يعني أضرب لك مثال، مرة أنت تريد تنتخب رئيس الجمهورية، المواصفات اللي تضعها شو تخليها؟ تقول لابد أن يكون مديراً مدبراً سياسياً عارفاً بالاقتصاد ما أدري إلى آخر، تقول أو ما تقول. لماذا؟ 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 تقول بابا لأنه هذا الموقع خطير جداً، يريد يدير لبلد وبكل هاي المشاكل وبكل هاي الأبعاد. أما تريد تعين لك مولانا مدير بلدية في قرية أم 12 نفر أو 200 نفر، هم تشترط هذين الشروط أو ما تشترط؟ تشترط أو ما تشترط؟ لماذا ما تشترط؟ تقول بابا لأن هذا الموقع ما يحتاج إلا أن يكون أمين، أن يكون خوش آدمي، يعرف منطقته، أما يعرف العلاقات الدولية ويعرف الاقتصاد الدولي ما إلى ضرورة. خلي ذهنك السنة من جاءوا وعرفوا الإمامة بأنها رئاسة دنيوية وأعطوها الصبغة إلهية، إذا لم يشترطوا فيها العصمة، وطبيعي جدا. لماذا؟ لأن الرئاسة الدنيوية يشترط فيها العصمة ولا يشترط؟ لا يشترط. يشترط فيه العلم بما كان وما يكون وما هو كائن أو لا يشترط؟ لا يشترط. ولذا قالوا أنه لا يشترط فيه لا العصمة. نعم هواية هواية يشترط أن يكون عادلا حتى لا يظلم الناس، يشترط أن يكون أمينا، تفتوا لي جيدا، يشترط أن يكون عالما. قلت عالما يعني مجتهد، يقول لا حتى مجتهدا مو بالضرورة، حتى يمكن أن يكون شنو؟ يمكن أن يكون عالما ولو بالتقليد. شنو المشكلة؟ إحنا نريده أن يطبق أحكام الشريعة، هل سيشترط أن يكون صاحبها هو صاحب الرأي؟ يقول لا، يخلد فيها أحد، إذا لا يشترط حتى الاجتهاد. التفتوا لي جيدا، علماء الإمامية مع الأسف الشديد لألف مرة أقول انتخبوا نفس هذا التعريف ولكن اشترطوا فيه العصمة. قالوا على شنو يحتاج عصمة؟ وجدوا أن الشروط الإمامة عندنا يحتاجها المنصب أو لا يحتاجها؟ ها؟ يحتاجها أو لا يحتاجها؟ لا يحتاجها. إنه منو قال لابد في الرئيس أن يكون أو في القائد أو الخليفة أن يكون شنو؟ معصوماً. من يقول؟ من قال أن الزعيم لابد أن يكون ماذا؟ عالما بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا من أين جبته؟ ومن هنا حصل خلل، تناقض، تهافت بين المنصب الذي عرفه السنة وبين الشروط الإمامية التي وضعوها ماذا؟ لهذا المنصب. ومن هنا أنت تجد بأنه واقعنا الآن العقل السني بكل سعته دا يستطيع أن يقبل هاي النظرية أو ما دا يستطيع أن يقبل نظرية الشيعة أو لا يستطيع. ها؟ لماذا لا يستطيع؟ وين الإشكالية؟ الإشكالية تقول بابا أنتم مو تقولون الإمامة رئاسة، والرئاسة منو قال لابد يصير معصوم؟ ثم استدلوا علينا وين؟ بعد أن انتصرت الثورة الإسلامية. خلي ذهنك زين التفت زين. قالوا تفضل، الآن أنتم أقمتم دولة إسلامية أو لم تقيموا دولة إسلامية؟ هاي دولتكم إسلامية لو علمانية ديمقراطية ما أدري مدنية، شو تقولون مولانا؟ تقول بابا جمهورية شنو؟ إسلامية. بيني وبين الله ولي أمركم معصوم لو مو معصوم؟ شو تقولون؟ معصوم؟ معصوم لو مو معصوم؟ يخافون الجماعة. معصوم لو مو معصوم؟ مو معصوم. إذن يمكن إقامة الزعامة والخلافة والولاية بلا شنو؟ بلا عصمة. هذا من دليل من؟ من أدري ماذا نصدق منكم؟ أنتم تقولون أن الخلاف خليفة لا بد أن يكون معصوما، فأنتم بين أمرين لا ثالث لهم. خلي ذهنك، إما أن ترفعوا اليد عن إقامة الدولة في عصر الغيبة،
وهذا اللي ذهب إليه كثير من فقهاء شنو الإمامية، قالوا معصوم ماكو يعني شنو حكومة ماكو، خلاص أحسنت. وإما أن ترفعوا اليد عن مبدأ شنو مبدأ العصمة، تقولون لا يشترط. وإن رفعتم اليد عن مبدأ العصمة إذن لماذا تقولون بعد رسول الله لا بد من معصوم؟ ما أدري واضح قدرت أوصل؟ إذا هسه الآن تقول لي سيدنا العد واقعا أنت إحنا كنا نتوقع بأنه اليوم تنحل المشكلة انضافت شنو فت خمس مشاكل أخرى. لا 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 إن شاء الله إذا تصبر وياي إن شاء الله وما تعطلت الحوزة مولان، عرفت شو إن شاء الله هذني أبين لك يا أبين لك يا أعزائي. في جملة واحدة بيني وبين الله، إحنا ما اشترطنا كل هذه الشرائط لأجل رئاسة عامة أبدا أعزائي. الخطأ من هنا إجا، من قال لكم نحن اشترطنا العصمة في الرئاسة العامة؟ من قال لكم اشترطنا العلم الإلهي لأن أريد أصير خليفة رسول الله؟ من قال ذني؟ نحن يوجد عندنا تعريف آخر للإمامة، ذاك الموقع يشترط فيه تلك الشروط، ولكن لأنكم لستم أهل خبرة اللي تتكلمون في الإمامة فأخذتم تعريف الأشاعرة والسنة ولكن وضعتم له شروط، ماذا؟ شروط العصم والخلاف. ما قدرت أوصل الأعزة إلى الفكرة اللي أريد أوصلها ولا